إذن هكذا متابعي الكرام التواصل يستمر، نجدد لكم التحية دائما والترحيب. وشوطنا العاشر ينطلق أمام حضراتكم حاملا في طيات هذه الأسماء من الجعدان، لنذهب إلى الصدارة الأولى، لنذهب إلى المركز الأول. ويأتي في هذه اللحظات الأسد العبيد بن رملي بن محمد العامري يتواصل في هذه اللحظات مع الأسد، بينما شعار بن حوشي هنا على المركز الثاني يتواصل مع شاهين محمد بن سالم بن حمد العامري، بينما المركز الثالث هناك الدخول والتواصل من ربدان لسالم بن محمد بن شرقي العفاري، بينما هناك الدخول الآخر في هذه اللحظات من الشامي لمسلم بن ناصر بن يوعان الشامسي. يأتي في هذه اللحظات ويتواصل على رابع الأسماء، بينما المركز الخامس هنا يأتي في هذه اللحظات شعار حمد بن سهيل بن علي بن الأسود العامري، يقدم لنا كيفان في هذا المسار، بينما هناك الدخول والوصول في هذه اللحظات من هذه الشعارات القادمة والهاجمة في هذا المسار، والهدف هو الفوز والانتصار. ما شاء الله، اختلط الحابل بالنابل، وهنا ايضا مروح لمسلم بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري. يصل في هذه اللحظات وصلت الاسماء والشعارات الرائعه والجميله، بينما هناك متعب القادم من الزاويه الصعبه لمحمد الشطيط بن حمد الشامسي، بينما هنا الدخول وهنا التواصل مشاهد الاعزاء من عجيب للدحبه بن محمد بن سالم بن صقوح العامري. هنا يقدم لنا عجيب في هذا المسار هذه الأسماء المشاركة، وهنا شعار بن غنزول قادم في هذه اللحظات، وهناك شعار بن صباح وشعار بن مبروك هنا مشاهد الأعزاء متابعي الكرام. ولكن العودة إلى الصدارة، العودة مع لوحة الكيلو المتر الأخير التي هنا نتعداها بهذه الانطلاقة وهذا التحدي وهذه المنافسة التي تدور ما بين هذه الأسماء ما بين هذه الشعارات. هناك الصدارة الأولى والمركز الأول، يأتي متعب لمحمد بن شطيط بن حمد الشامسي، وهنا يتواصل على ثاني الأسماء عجيب عجيب عجيب، والدحبة بن محمد بن سالم بن صقوح العامري يقدم عجيب. هنا متابعين الكرام يأتي بهذا الأداء، يأتي بهذا الانطلاق من خلال هذا التحدي، ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلاق ولا أروع، اندفاع رائع وجميل مع عجيب مع عجيب. هنا متابع الكرام يتابع يرافق هذا الشعار محمد بن الدحبة بن صقوح العامري، من يرافق انطلاقة عجيب في هذا المسار في هذا التحدي في هذه المنافسة. إذا الشارد وعجيب النقطة الثانية مع بن صقوح، سلام 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 عجيب سلام، الدحبة بن محمد بن سالم بن صقوح العامري اسعدت صباحا. المركز الثاني كان الدخول لمشهد عزاء من شعار محمد بن شطيط بن حمد الشامسي مع متعب. المركز الثالث كان الدخول مشاهد العزاء، ايضا هناك مشهد عزاء من الشبل لسيف بن سالم بن غزول العامري. المركز الرابع كان الدخول ايضا من مدخول للدريله بن حمد بن محمد بن محمد العامري. المركز الخامس كان الدخول لمشهد الاعزاء متابعي كرام الاسد العبيد بن رملي بن محمد العامري. عودتنا بالتاني والناموس لمالك عجيب الدحبه بن محمد بن سالم بن صقوح العامري، والتوقيت الزمني كان ايضا 4 دقائق 32 ثانيه 11 جزء من الثاني تانينا والناموس.